قدم مساء أمس بمكتبه رئيس جمعية الشباب من أجل السلام والمواطنة حديثا صحفيا تحدث فيه عن الاستخدام السيء لشبكات التواصل الاجتماعي من قبل الشباب. لا جي بي اس سي هي جمعية الشباب من أجل العافية التوعية والمواطنة، هي مجموعة عن المجتمع المدني تعمل لسالها العافية بصوتي تنادي المواطنين في الاحترام عن الإنشاءات عن الدولة، القوانين عن الدولة والممتلكات عن الدولة، وتطلب من المواطنين خليه يتصرفوا بتصرفات وطني. لا جي بي اس سي تنادي الشباب خليه يستعملوا الشبكات الاجتماعية عشان يبادلوا آراء بناءة ويبادلوا أفكار عديلة، وما عشان بجعله الكراهية وكذلك الخلافات